في الفيديو هذا باش نفهموا مع بعضنا لو برانسيب نتاع تري بار سيليكسيون. ديما كيف ما قلنا راه ايل سوفي فهمنا لو برانسيب معناها كيفاش تتصرف التري في كل نوع من الانواع اللي عندنا، راه ما عادش نستحقوا نحفظوها، تولي لابليكاسيون والا الكرياسيون نتاعها سهله، وحتى كان نسينا حاجه تبدا عندنا لي زوتي اللي نستحقوهم باش نتذكروا بها لو برانسيب. في تري بار سيليكسيون شو يقول لو برانسيب؟ في كل مره باش نسيليكسيوني عنصر من العناصر نتاع التابلو ابارتير من بروميير كاس، بالطبيعه هذا اذا ندير 0 1 2 3 و 4، اول مره باش نسيليكسيوني ليليمون الاولاني اللي هو الكارت. من بعد نمشي نلوج على ليليمون لو بلو بوتي في بقيه التابلو حسب البوزيسيون نتاعو. شكون هو ليليمون لو بلو بوتي؟ هو ا. اسكو ال ا اصغر من الكارت والا لا؟ ال ا اصغر من الكارت، مالا نعمل بيناتهم بيرميتاسيون، تولي ال ا في بلاصه الكارت والكات في بلاصة ال ان. بالطريقة هذه نضمن اللي انا كل مرة باش نحط ليليمون صغير في اول كات، مال ال ان باش يجي لهنا والدو باش تبقى في بلاصتها والكات باش تاخذ بلاصة ال ان والسيس والتروا. من بعد اكدت انا توا اللي الكات الاولى حطيت فيها اصغر ليليمون، نتعدى نسيليكسيوني ليليمون اللي من بعد ونلوج على ليليمون لو بلو بوتي في بقية التابلو. انا ولا ليليمون لو بلو بوتي في بقية التابلو هو التروا. اسكو التروا اكبر من دو والا لا؟ اصغر اكبر من دو وي، ما لما نعملش بيناتهم بيرميوتاسيون، على خاطر الصغير في هذوما الكل ظهر اكبر من هذا، معناها هذا ماخذ بلاصتو الصحيح. ونتعدى نسيليكسيوني اللي مولين بعض اللي هو الكات لهنا، ونثبت قول اللي مول بلو بوتي في بقيه التابلو انا هو 3. اسكو 3 اكبر ولا اصغر من الكات اللي سيليكسيونيت؟ اصغر، مالا في الحاله هذه باش تصير بيناتهم بيرميوتاسيون، 3 باش تاخذ بلاصه الكات والكات تاخذ بلاصه 3، مالا التابلو باش يولي هكا 1 2 3 تجي في بلاصه الكات، 6 تبقى في بلاصتها والكات تمشي للاخر. من بعد باش نتعدى نسيليكسيونيو ليليمون قبل الاخر، واش نعمل؟ نلوج على البلو بوتي في بقيه التابلو، بالطبيعه لهنا كاز واحده، وكيما نلاحظ الكات اصغر من 6، مالا باش تصير بيناتهم بيرميوتاسيون، الكات باش تاخذ بلاصه 6 و 6 باش تاخذ بلاصه الكات، باش يولي التابلو 1 2 3 4 6. توا بالطبيعه ما عادش عندي من سيليكسيوني، على خاطر متاكد اللي قعدت لي كاز واحده باش تكون مرتبه اوتوماتيكمون، معناها لهنا البوكل نتاعي باش يمشي حتى يكشي الان موان للان، معناها الكاز قبل الاخرى ان موان 2. مالا نبداو مع بعضنا توا في الـ في الـ في البروسيدور نتاعنا، عملنا بلهنا البروسيدور سميتها تخي سيليكسيون. بالطبيعه تخي سيليكسيون باش تخدم على تي اللي هو تابلو والان اللي هي اونتي. الديبي نتاعنا قلنا اول حاجه باش نتعديها ونحن نسيليكسيونيو بالليليمون بالليليمون، حطيكش الليليمون قبل الاخر، مالا لازم عندنا بوكل بور يمشي لنا من الزيرو للان موان 2. علاش الان موان 2؟ على خاطر الان لهنا هي 5، الليليمون الاخر قداش لانديس نتاعو؟ 4، والليليمون قبل الاخر لانديس نتاعو 3 اللي هو ان موان 2. في كل مره باش نعمل؟ نحب قلت نطلع انا البوزيسيون نتاع الليليمون لو بلو بوتي في بقيه التابلو. كيفاش نطلعو؟ نقولو سوبوزون اللي هو ليليمون لو بلو بوتي البوزيسيون نتاعو هي بيد الاي، معناها نحن الاي ماشي وتقدم لهنا، المره الاولى سيليكسيونيت ليليمون 0، معناها الاي لهنا 0. نقولو نحن اعتبارا اللي بي دو معناها الفاريابل بوزيسيون مينيموم سميتو بي دو ام هو بي دو اي. ايل سوفي انا من بعد لقيت فما عنصر من العناصر لهنا في بقيه التابلو اصغر مكا ليليمون الاولاني، في الحاله هذيك اش نعمل؟ البوزيسيون نتاع المينيموم نبدلها، مالا لازم توا نتعدى بقيه التابلو حتى يكشي الكاز الاخر، معناها نعمل بوكل بوغ، المره هذه نستعمل كونتور جي، منين لمنين؟ من الاي بلس ان، على خاطر في بقيه التابلو انا باش نمشي حتى يكشي لاخر التابلو، اخر كاز في التابلو هي ان موانز ان، كيما نراو لهنا. باهي، اش باش نشوف توا؟ باش نشوف اسكو التي دو جي هذايا اللي باش تباركوري لبقيه التابلو اصغر من تي دو بي ام اللي هي ليليمون سيليكسيوني والا لا؟ كان اصغر اش باش يصير؟ هكا البي دو البي دو ام بي بي ام اللي هي معناها البوزيسيون تاع المينيموم تتبدل تولي اجي، على خاطر نحن تو ماشيين نشوفوا اش صار هنا. بار اكزومبل في كالون سيليكسيونينا الكات، قلنا سوبوزون اللي البي ام معناها البوزيسيون تاع ليليمون لو بلو بوتي هو لانديز زيرو، من بعد ونحن ماشيين اثنين لقيناها كيف كيف اصغر من 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 ليليمون اللي سيليكسيونيناه، معناها البي ام باش تولي تو في الحاله هذيا اثنين بلوتو مش اثنين، باش تولي ا اللي هي البوزيسيون تاع ليليمون لو بلو بوتي. من بعد باش نواصلوا بي ام تو ولات ا، من بعد باش نجيو نلقاو مره اخرى التي دو جي اصغر من تي دو بي ام، على خاطر تي دو بي ام ولات 2، البي ام ا تي دو ا هي 2،
لقيناه اصغر، مال المره هذه باش عاود تبدل بي ان باش تولي دو، هي لانديس نتاع ليليمون لو بلو بوتي. من بعد باش تعدل نلقاو تي دو جي 6 ماهيش اصغر من تي دو بي ان، و تي دو جي في اخر مرحله باش تكون 3 كيف كيف مش اصغر من تي دو بي ان، مال البي ان باش ياخو في الاخر باش ياخو ال ا. من بعد شنو نجيو نعملو بالطبيعة عندنا فانسي، من بعد فان بوغ نتاع البوكل بوغ جي هذايا اللي مشالي بقية التابلو، نجي نشوف من بعد كان البي ام ظهرت مختلفة على الاي، نعمل بيناتهم بيغميتاسيون كيما اللي كنا نعملو فيه قبيل، لهنا البي ام شو ولات؟ ولات دو، على خاطر ليليمون لو بلو بوتي موجود في الكاز نيميرو دانديس دو، مالا لهنا كيما نلاحظو البي ام مختلفة على الاي على خاطر الاي زيرو، اش نعمل في الحالة هذيك؟ سي بي ام ديفيرون للاي. الوغ نبدا متاكد كونه ليليمون الصغير ماهوش محطوط في بلاصتو ونهز نحطو في بلاصتو، نعمل بيناتهم بيرميتاسيون باش نجيب كالعاده فاريابل اوكس ياخو لي هو تي دو بي ام، و تي دو بي ام تاخو هي تي دو اي بيرميتاسيون، و تي دو اي ياخو لوكس، معناها استحفظنا بتي دو بي ام اللي هي ا لهنا في فاريابل، من بعد تي دو اي تي دو بي ام هذايا اخذات الكات، وبالطبيعه توا تي دو بي ام تبدلت ولات كات، هكا الا فين مشات مستحضرين بها فك الفاريابل اوكس هذا، مالا تي دو اي تاخو لوكس، ومن بعد فان سي نتاع السي نتاعنا والفان بوغ نتاع البوغ اي هذايا الاولانيه اللي عملناها، ومن بعد الفان نتاع البروسيدور انترن. بالطبيعة لهنا عندنا تابلو ديكلاراسيون دي زوبجي، شنو لي زوبجي اللي استعملناهم لهنا؟ استعملنا الاي والجي والبي ام، هذوما دي زونتيي، واستعملنا زاد لوكس. بالنسبة للوكس تيب نتاعو لهنا سولون التيب نتاع التابلو نتاعي، معناها سولون لي زيليمون اللي حطيتهم في التابلو، كان هو تابلو دي زونتي راهي اللوكس باش يكون نتاعي، على خاطر اللوكس باش تاخد عنصر من العناصر نتاع التابلو في كل مرة، مالا كان التيب معناها التابلو نتاعي تابلو دي زونتي نحط لوكس زونتي، كان غير نحط غير، سوبوزون لهنا نحن نخدمو في تابلو دي زونتي.